شكرا سيد النائب المحترم. بغيت اولا نشكرك على هذا السؤال. المكتب الوطني للسكك الحديديه تيتوفر على برنامج جد طموح باش يغطي التراب الوطني بالشبكه السككيه. تيشمل هذا المخطط 1300 كيلومتر من الخطوط الجديده للسرعه الفائقه و 3800 من الخطوط الكلاسيكيه باش نربطوا 43 مدينه بلاصه 23 ونوصلوا السكه الحديديه ل 87% من الساكنه بلاصه 51 حاليا. وتيشمل هذا المخطط مشاريع باش نوصلوا السكه الحديديه للميناءات والمطارات. هذا المخطط ديال الخطوط الفائق السرعه عنده جوج المحاور الاساسيه، المحور الاطلسي اللي تيربط بين طنجه وغادير، والمحور المغاربي اللي تيربط بين البيضاء وجده مرورا بمدينه فاس. ولكن هذا البرنامج هذا تكلمنا عليه، ويعني الاستثمار ديالو 400 مليار ديال الدرهم، والتذاكير ما تتغطيش على البنيه التحتيه اللي تتشكل اكثر من النص ديال هذا الاستثمار هذا. ففيما يخص الربط ديال فاس، بالطبع المكتب قام بالدراسات الجدوى السوسيو اقتصاديه والمبلغ تقريبا 23 مليار ديال الدرهم. ولكن بغيت نشير الى انه مده السفر بين فاس والبيضاء غادي يتم التقليص ديالها الى ساعتين و50 دقيقه عند انهاء الخط السريع بين القنيطره ومراكش. يعني غادي نربحوا ساعه ولو انه ما نكونوش بنينا الخط الفائق السرعه ما بين فاس والدار البيضاء. وشكرا.